ما ضاع حق وراءه مطالب، حكمة عربية يرددها الناس وينفذها العراقيون بجدارة. فمنذ سنوات عديدة لم تنقطع أصوات المتظاهرين العراقيين مطالبين بحقوقهم المسلوبة لدى قلة فاسدة تسيطر على مقاليد الحكم في البلاد. هذه المرة كان الصوت من الحلة، مركز محافظة بابل، وكانت المطالب تتعلق بتفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق وانهيار قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي ضيق على الناس سبل العيش وأشعل الأسعار ودفع بالمزيد من الشرائح المجتمعية إلى ما دون خط الفقر. هذا المطلب الملح والضروري هو سعر صرف الدولار اللي بدأ يأذي الناس، اللي اليوم الناس كلها مستاء بمختلف طبقاتها. نريد نقول انه هاي الخطوة ببابل بعدها راح تكون عدة خطوات، واحنا نحمل بالدرجة الاساس اعضاء مجلس نواب محافظة بابل لانه هم السبب، لانه يمثلون الناس، في حين عدم استجابتهم لمطالبنا راح تكون خطوات تصعيدية. ولأنهم يعلمون أن سبب الأزمة يكمن في المحاصصة والفساد اللذين يسيطران على مجمل المشهد السياسي في العراق بسياسيه وأحزابه الفاسدة وميليشياته المتنفذة، فقد وجهوا رسالتهم إلى السياسيين متوعدينهم بالتصعيد ما لم يستجب لمطالبهم. الشعب راح يتوجه لبيوتكم ويسحركم من بيوتكم، لأن وصلت حدها. اليوم الدولار جوع الناس، اليوم الدولار بعد ما يخلينا نشتري حليب لأطفالنا، بعد ماكو طماطة، بعد ماكو باذنجان، السوق كله اليوم منهار، بعد ماكو عمل. فعليكم أن تعوا المسألة وتخفضوا سعر صرف الدولار. المتظاهرون كانوا أبعد نظراً من بعض السياسيين، إذ وضعوا أيديهم على أصل المشكلة واقترحوا لها الحل الأمثل، فطالبوا بإعادة هيكلة النظام المصرفي وإبعاد البنك المركزي والسياسة النقدية عن المحاصصة وتدخلات الأحزاب الفاسدة.